كيف هي الحالة اليوم؟ كيف تقيمها؟ هل احنا في خطر ام انه احنا في بدينا نواجهه عشان تنحسر الأزمة؟ الحمد لله احنا اليوم في حال جيد جدا الحمد لله. انا عارف انه كثير من الاشخاص اليوم ممكن ينظروا الى الرقم ويقولوا هذه زادت بكمية كبيرة. احنا ثاني يوم بنطبق اجمل واحسن القرارات اللي ممكن انها ان شاء الله تحد من الانتشار. الاعداد هذه لازم نركز على انه يعني جميع المشاهدين لازم يعرفوا قبل 14 يوم او حتى 21 يوم كان في مجموعه من الاشخاص حضروا من الخارج كانوا من بلدان موجود فيها الكورونا كانوا جلسوا في العزل الصحي الله يكتب لهم الاجر. كل هذه الكميه من البشر اللي كانوا معزولين كنا لازم نسوي لهم مسحات قبل ما يخرجوا على بيوتهم باذن الله. من هذول طلع 119 تقريبا ايجابيين وهم اصلا معزولين، فالان يحتاجوا انهم يجلسوا فتره لين ما تصير الفيروس حقهم صفر عشان ما يقدروا يعدوا الاشخاص، لكنهم امورهم طيبه، حاسين نفسهم طيبين، كلهم ان شاء الله صحه وعافيه، نطمن اهاليهم، وفي اشخاص كثير زي اللي كان معاك في التقرير قالوا والله طلعت مصحتنا سلبيه واحنا جدا فرحانين. ففي ناس صحيحه كميه كبيره من الاشخاص اللي كانوا في العزل ما عندهم اعراض امورهم طيبه جلسوا 14 يوم قبل خروجهم صارت المسحه اغلبهم طلع سلبي يقدر يروح ان شاء الله في بيوتهم عزل صحي عادي. وبعدين مجموعه اشخاص لا طلعت ايجابيه ما زالت مع ان امورهم طيبه والحمد لله هذول حيجلسوا فتره لين ما كمان كل 48 ساعه او 24 ساعة يزيدوا المسحات لين ما يتأكدوا انها راحت عشان يكونوا امنين لكل هذا المكان.